لكل الأبوين طريقة في التعبير عن الغضب حين يخطئ الطفل، والنتيجة للغضب المبالغ فيه لا يتفهمون موقف أطفالهم بشكل مناسب. حنتعرف عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، وإيش هي الأساليب الصحيحة أو الخاطئة في الضرب لكل طفل. حنتكلم عن هذا الموضوع أكيد مع ضيفتي في الاستديو بالأستاذة أمينة أبو عيون، القائدة في المختصة بالطفولة المبكرة. أهلا وسهلا. أهلا فيك، حياك الله. يعني أنا بالعاني قلت في البداية الضرب بطريقة صحيحة أو خاطئة. ضرب طريقة صحيحة وضرب طريقة. أبغى أعرف هل في أو ما في. طيب في البداية لو تكلمينا قد إيش ممكن يتغير العقاب بحسب الأجيال زمان والآن، كيف بتشوف الفرق؟ شوفي، أنا بالنسبة لي أنا أرى أن العقاب، وجهة نظر الجميع بأن العقاب، وجميع التربويين يعني يجزمون بأن العقاب له زي ما نقول أن أقل أساليب العقاب. لكنها أكثر أساليب العقاب إيذاء نفسي وجسدي. كيف نقول إيذاء نفسي وجسدي؟ على المدى البعيد الكلمة ممكن تقوليها للطفل تأثر على نفسيته، صحيحة، تنبني، حتنزرع جوات اللي هو العقل الباطن، حينشأ الطفل. مثلا لما تقولي للطفلة مثلا أنت مهملة، هي تحاول تجاهد نفسها ما تكون مهملة، لكن أنت زرعتي في داخلها أنها مهملة، حتكون مهملة في يوم من الأيام. لأن أنت زرعتي هذا الشيء في عقلها الباطن. لكن لما نجي نقول بالضرب، أنت ضربتيها، أثناء الضرب حيكون في ألفاظ، الألفاظ هذه مع الضرب يعني أذتيها جسديا ونفسيا. لذلك نقول أن العقاب هو أقل أنواع العقاب، لكن أشد أنواع العقاب إذا جسدي ونفسي. جميل جدا. طيب أستاذ أمينة، كيف إحنا ممكن نأدب الطفل؟ يعني في بعض الأطفال الله يحميهم ويخليهم لأهاليهم هم مستفزين، هو الطفل يعني شقي لازم يتعاقب. أيوة يعني صراحة، يعني تحس أن أمه تلاقيها تقول لك ما أقدر، يعني ما هو راضي يسمع كلامي، ما هو راضي يتقبل مني أي شيء، فتهبله. أنا معك. شوفي، أحيانا فيه طرق وأساليب أعتقد لو كثير من الأهالي لو استخدموها ممكن تعالج نسبة 90% من المشاكل السلوكية اللي عند الطفل. اسمحي لي بس أتداخل، هل أنا لازم أنزل لمستوى الطفل وأحط عيني في عينه وأكلمه بنبرة؟ هذه حتجيك يا أمي. أنا لما أكون معصب أكيد ما رح أسوي هذا كله. شوفي، لازم في أول شيء تعملي معاهدة مع نفسك. أنا أعاهد نفسي ما رح أضرب. طيب. إذا عهدت نفسي خلاص حلو. أنا ما راح أضرب، لأن هذا الشيء راح يأثر سلوكيات الطفلي وراح يأثر على نفسيته. أنت عارف الضرب من أكثر الأسباب اللي تسبب العدوانية عند الأطفال. صحيح. تفقد الثقة الطفل بنفسه، يفقد الأمان، حتى الأمان اللي يعني الأم والأب هم أمان عند الطفل، هم المصدر الأمان الأول عند الطفل. إذا فقد صحيح. إذا فقد هذا الأمان ما حيلقى الأمان، حيروح يسعى يبحث عنه برا، صح ولا لا؟ فأنا إذا ضربت الطفل وعودته على أني أوجه سلوكياته بالضرب، دائما يقولون الآباء والأمهات يعتقدون بأن الضرب يوقف يخلي السلوك الخاطئ يقف. طيب هو صح، يقف عرض السلوك لكن لا يقف السلوك ذاته، ما ينتهي السلوك نفسه، لكن في نفس اللحظة ممكن وهو يبكي تضربي خلاص هو حيسكت نفس اللحظة، لكنه حيتكرر السلوك مرة ثانية وثالثة ورابعة. في طرق وأساليب ممكن لو استخدمناها، قلت زي ما قلت لك 90% من المشاكل السلوكيه اللي عند الطفل ما حتكون موجوده، وبالتالي الاهل ما راح يضربون. تمام. اول شيء اعملي معاهده مع نفسك، انا خلاص حاقرر من الان ما راح اضرب طفلي. حلو. طيب الشيء الثاني اكون ايجابيه. بعض الامهات تجي تلقى ولدها مثلا شخبط على الجدار، اول رياكشن يجيها ايش؟ الضرب. طيب انت خليكي ايجابيه شوي وفكري الطفل ليش رسب، قد يكون عنده فنان داخله، صح ولا لا؟ اوجه سلوك الطفل بدل ما انا اضربه. كيف اقول لك كوني ايجابيه؟ انظري للطفل ليش هو رسم على اللوح على الجدار مثلا. خذي نفس عميق اول شيء، حاولي تبعدين الطفل في نفس اللحظه عنك، يعني حطيه في غرفه ثانيه. هو صراحه مستفز التصرف هذا، الشخبط على الجدران حتى تشيلي هم، يلا متى حيشيل، متى حصبه مره ثانيه، متى، وخصوصا لما مثلا يكون في المجلس الضيافه مثلا، ها مشكله كبيره بالنسبه للام. فافضل حل خليكي خذي نفس عميق، كوني ايجابيه، افهمي ليش الطفل سوى هذا التصرف، ابعديه عنك في نفس اللحظه عشان ما، لان لحظه الغضب على طول ضرب. فلما اهدى ابدا اتفهم، يعني انزل لمستوى الطفل افهمه هو ليش سوى هذا التصرف. فاذا فهمت يعني فهمت تصرف الطفل ليش سوى كذا، بيكون سهل علي اني اتقبل الخطا اللي هو سواه. اذا انا تقبلت الخطا اللي هو سواه، اجلس معاه واعمل معاهده معاه. ترى في قوانين في البيت، ترى في قوانين احنا لازم نلتزم فيها علشان ما نغلط، يعني ما تسبب انت تسوي سلوك خطا وانا اعصب وممكن انا اضربك. الطفل ترى يتفهم، يعرف ان امه اذا سوى الخطا. بعض الأطفال ترى أذكياء، يعرف أن هذا الخطأ يستفز أمه. متى يستخدم الطفل أسلوب الخطأ يغلط علشان يستفز أمه؟ أيوة،
ممكن يكون بلفت الانتباه. اذا في اسلوب من ضمن الاساليب اللي هو التجاهل، ممكن انا اتجاهل الطفل. اي سلوك ممكن يغلط فيه ممكن انا اتجاهله، ترى بعض السلوكيات ممكن تتجاهل مو كل السلوكيات. زي طفل مثلا يبكي ويضرب راسه مثلا في الجدار، واللي يبكي في السوق وفي السوبر ماركت ليش هذا الشيء؟ انا اقول لك هذه التصرفات الطفل يسعى انه ينتقم من الام. ينتقم مني؟ ينتقم منك. ليش؟ لانك انت تضربيه. لانك انت تضربيه، فهو متى ينتقم من الام؟ عندنا اطفال بالمدرسه، انا قائده في مدرسه، عندنا اطفال مجرد ما يشوف امه ينقلب طفل ثاني، شخص ثاني يدلع. هو ما يدلع الام، هو يبغى يفشل الام. تلقينا فجاه يشد شعر البنت، تلقينا فجاه يفتح الباب بقوه، تلقين تصرفات يعني حتى معلمته تقول ترى ما كان كذا قبل لا تجين، يعني ما ادري ليش تصرفاته. تلقينا مثلا يسحب الكراسي ويرميها، فالام تقول والله ما ادري ليش تصرفاته كذا. عندنا مثل امي دائما تقول اذا شفت امي شفت غمي، ايش معناته؟ معناته اني شفت امي بتظهر السلوكيات الخاطئه، بفشل. يا ساتر. من الاخر هو يحاول يستفزك، شلون؟ بتصرفاته هذه كنوع من الانتقام داخلي. حنجي في هذه الام عشان هي بتضربه. ايوه. حنجي لمرحله اللي هي تمرد الطفل. بعض الاطفال يصل لمرحله التمرد، اذا وصل لهذه المرحله معناته انه وصل لمرحله خلاص زي ما يقولون قفل معه، خلاص حينتقم منك بطريقه او باخرى. من ضمن الاساليب قلنا التجاهل، برضو ممكن نقول اللي هي وصف ايجابيات الطفل. تجاهل السلبيات وركزي على ايجابياته. ما شاء الله خالد حط حذاءه مثلا بصندوق الجزم، شكرا لك يا خالد. ايوه، يعني حاولي تعززين وتناظري حتى لو كانت بسيطه. يعني مثلا هذا شيء بسيط، حط الله يكرمكم جزماته بالصندوق، هذا شيء بسيط، بس انت لما تمدحينه انت تلتفتين لايجابيات الطفل وراح تتجاهلين سلوكياته السلبيه. فيه. طيب. ايوه، حتعززيها كمان فيه. صحيح. انت كمان حتى بالطريقه هذه تعززي ثقته بنفسه. برضو من ضمن الايجابيات اللي هو منح الطفل الحب. الدكتور مصطفى ابو سعد دائما يقول امنحوا اطفالكم 4 أحضان في اليوم الواحد، فانت كل ما حضنتيه اكثر كل ما حسستيه بالحب والثقه بنفسه. دائما امدحي ايجابيات حتى امام الاخرين. اليوم خالد ما شاء الله عليه سوى الحاجه الفلانيه. انت عارفه ان ولدي اسمه خالد؟ ولا انت قلتيها بالصدفه؟ لا بالصدفه، انا قلت الله يعني. والله بالصدفه انا قلت الاسم هذا كمثال يعني. يعني عزيزي عنده السلوك الايجابي، اعجبني تصرف كل يوم لما كنا حتى مثلا لما تطلعين للسوق هو دائما يصرخ ويبكي وهذا، وذاك المره طلعتي وهو كان هادي بعد ما سويتي المعاهده وكنت ايجابيه وتعاملتي معاه باسلوب طريقه مختلفه. انت هنا حتحققين اشياء ما حتخلينه ينتقم منك مره ثانيه، ما حتخلينه يفشلك مره ثانيه. انت كذا تستخدمين اسلوب اللي هو التعزيز الايجابي او ذكر السلوك الايجابي. لما تقولين مثلا اليوم عجبتني لما كنا بالسوق، كنت هادي، تكافئيه، ممكن تعطيه مكافاه، هو يشعر انه سوى حاجه كبيره، يعني حتضبط سلوكياته وعززتي ثقته بنفسه. ايضا من السلوك من الاساليب الايجابي، الاساليب اللي تستخدم عشان علشان نقلل من نقلل من المشاكل السلوكيه عند الطفل، اللي هو سلوك اللي هو عفوا اي ممكن ان احنا مثلا الام تقول دائما تشتكي ولدي يطلع مواعين من المطبخ برا مثلا بالصاله. طيب انت علشان تقطعين الطريق عليه اقفلي المطبخ، خلاص انتهت المشكله. فانت ممكن تعملين تغيرات مثلا في البيئه والمكان بطريقه مناسبه بحيث انك انت تقلل من مشاكل الطفل وتقلل من ضربك. انت لما تقللين من مشاكله راح تقل، صح حيقل الضرب. طيب استاذه امينه، انا اختلف وجهه نظري مع البنات. قبل شوي يقولون خلي شقي لازم ينضرب، ليش نفس الام ما تمسك اعصابها؟ يعني الان في اطفال هو بكيف بيكتشف ان هذا غلط وهذا صح؟ خليه اتركيه، خليه يكب هذا يطلع المواعين. اصبري اصبري لحظه ترى انا معاها في وجهه النظر. ليش ما تخلينا الطفل كيف ينمو؟ اي كيف كيف ينمو ابداعيا؟ كيف ينمو فكريا؟ كيف ينمو حركيا؟ انه يتشنج هو في المواعين. لا الاسباب ليش؟ لانه في مراحل ضرب سابقه، فهمتي؟ فهو قاعد ينتقم منك باسمه راح افشلك، راح احرجك مع الناس. هذه ردة فعل طبيعية استاذة امين، لكن انت لما تخلينه خليه يحس انه هذا غلط هذا خليه يمسك براد الشاي. انتوا عارفين اغلب بقول لك شغلة على هذه النقطة، اذا قلتي لا ترى هذا حار لا تلمسه، ترى هذا حار لا تلمسه، ولمسه وصار المرة الثالثة راح يقتنع بانه كلامك انت دائما صح ويتعلم منك. حيتعلم منك انه اذا قلتي له هذا خطر خلاص، لما كل ما كبر كل ما صار اسهل عليك انك تضبطين سلوكه، كل ما صار سهل عليك انه يسمع كلامك. انت ما نقول لك شيل، انت لو شلتي البراد وحطيتيه هنا حتلقيه يروح من ورا الكنبه يلمس البراد، صح؟ اي ليش؟ خليه يلمسه، الحرق بيجي حرق بسيط بس بيتعلم من يعني زي ما صار معك احسن ما حتضربيه وانت صغيره. عشان البودره. امينه في حاجه مهمه، يعني كلنا انضربنا
كلنا مرينا بهذه المرحله بلا فخر يعني. الحمد لله انا مو من الامهات اللي تضرب، مو لشيء يعني، ما جت مناسبه بصراحه. ولكن انه يعني ما اشوف انه انت يعني، انت يعني خلاصه كلامك او اللي شفته من كلامك، وانا دارسه برضه يعني سلوك الطفل ونفسيه الطفل وقت النمو تحديدا، لكن ليه الطفل من جد وخاصه الان في هذا الوقت ممكن يتاثر نفسيا، ممكن يتعب، ممكن يمرض، ايوه مرض نلعب على الموضوع، عنده اضطراب نفسي. طب ما احنا سو احنا احنا كد احنا ما احنا انضربنا، طيب فرق، وما هيكون ضرب اليوم زي ضرب اول اكيد. ايوه صح، بس انا بقول لك البيئه تغيرت، الحياه تغيرت، احنا زمان كان طريقه اللعب حتى مختلفه عن الان. احنا زمان ممكن من الصباح الى اخر اليوم العب بالرمل عادي، عندي هذه متعه بالنسبه لي طول اليوم العب بالرمل عادي. الان الجيل هذا لو تودينا مثلا الملاهي تلقينا فجاه كذا مل منها، طلع يلا ابي مكان ثاني، وديني مكان ثاني، ابغى شيء الكتروني. ايوه هذه الالكترونيات هي كمان ترى من ضمن الاسباب اللي خلت الاطفال دائما تلقين انفعاليين، ايوه اختلاف الازمان، انفعاليين عدوانيين تلقينهم، فيلا الام تضرب من هنا والطفل يعني يستمر مع ينمو معاه العناد والعدوانيه، فانت ما حتستفيدين شيء هو ما حيستفيد شيء، يعني بالعكس انت قاعده تحطمينه اكثر، تفقدين ثقته بنفسه اكثر بالضرب. اطفال اليومين دول بس كيف؟ الأطفال اليومين دول بس يعني، لكن قبل كذا الحمد لله ما كان. لا أنا ما أيد حتى سابقا الضرب، لأنه أوكي وصلوا لمناصب كبيرة بس صدقيني في خلل في الحياة. أنا اكتفيت كذا. أنا اكتفيت كذا. بقول لك شغلة صح، في دكاترة ترى يعني دكاترة بروفيسوريين، لكن صدقيني في خلل في حياتها، لأنه يا آمنة طريقة العقاب، طريقة العقاب والثواب كانت مختلفة زمان، وحتى لو طبقت الآن طريقة العقاب والثواب في الحدود الإنسانية الطبيعية الفطرية حتكون برضها تؤتي أكلها في الآخر. أنا أشكر وجودك اليوم، شكرا على معلوماتك، نورتينا. شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا، مكملين باقي الفقرات بعد الفاصل.